جدة صباح اليوم حادث اصطدام وحدتين للنقل البحري لويد بين صفاقس وقرقنة على مستوى مدخل ميناء صفاقس أسفر مبدئيا عن جرح قرابة 35 شخصا وعن خسائر مادية. وأفاد ناظر قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الذي نقل إليه الجرحى أنه تم نقل 4 من المصابين إلى قسم العناية المركزة، مشيرا إلى أن الإصابات المسجلة ليست بالخطيرة. وأوضح المصدر نفسه أن المستشفى يشهد حالة من الاضطراب بسبب توافد المزيد من المصابين عليها، ولم يتضح بعد سبب الحادث، فيما رجح شهود عيان فرضية اضطراب على مستوى قيادة الوحدتين. لم يدر بذهن المسافرين على متن وحدتي النقل البحري سرسينا ولود تونس الرابطتين بين صفاقس وجزيرة قرقنة أن شيئا ما سيحصل لهم ساعة صعودهم، غير أن القدر شاء عكس ذلك وحصل المكروه، وتمثل ذلك في اصطدام الناقلتين، اصطدام التقطت أولى صوره عدسة سائح جزائري، وروى تفاصيله أحد شهود العيان. التونس خرج من الفلار الاول، هرب شويه اليسار، هذا ايش يعمل؟ لازم يهرب شويه اليسار نتاعو كما نقولوها، هذا التونس رجع اليمين، الاخر رجع اليمين والمسافه مش بعيده ياسر على بعضهم، هذا تفتش باش يعمل؟ لازم يدير فيه انفاس بروا، لو ما دارش بروا وبارك الله فيه الرئيس يعطيك حاجه وتفتش تمكن في اعصابه ودار بروا في البروا كنا نقصوا. حالة من الرعب سادت أوساط المسافرين، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وأعربوا عن سخطهم، سخط مرده حسب قولهم حالة اللود سرسينا المصنع في صفاقس. احنا كنا نعمل نفات انه البابور هذا راهو ما يمشيش من رجل، كي يحط كاب راهو يبدا يلعب، الحكايه هذه ماهوش لينيا. شنو البابور كيما هكا بابور كل بعضها في النهار، والله ليل ضباب عام شيء نقولوا، اما بالليل بالثياب بالنو هذا كيما هذا توا ريح بتزز بابور كل بعضها، اش معناتها هذا؟ اش معناتها؟ تعبتنا ما تنساش يا ربي الحمد لله، ما يصيرش هذه كارثه كبيره راهو، كارثه يتحملوا مسؤوليتها كلهم. الحادث هو من الطاف الله انه لم يخلف ضحايا بشريه. الوضع مستقر باعتبار انه تم تسجيل اضرار ماديه في الحقيقه اكثر منها، البوابه الاماميه للود سرسينا اللي هي عينتوها وكانت معناتها فيها اضرار جسيمه نسبيا، وكذلك اضرار اخف شويه على مستوى لود تونس. بالنسبه للحالات المصابين عندنا تم نقل حوالي 14 مصاب، فيهم واحد عنده حاله كسور اللي كان محصور في الشاحنه وتم خلاصه من وحدات الحمايه المدنيه، وحاليا تم توجيهه الى المستشفى الجهوي بصفاقس. الوضع حاليا مستقر. ما عندناش حالات هما 43 جملة تشافوا، حالتين توا تحصروا بين الكراهب، ولكن الكشوفات لاباس. ثم حالة نتاع امرأة حامل عملنا الكشوفات لاباس عليها ومشات القسم النساء. ثم حالة نتاع اغماء دونك كيف كيف روحت لاباس. والله عندي كتافي وصدري وكرومتي ما نجمش نزل. احنا كنا في قرق نعطينا الاكسجين للسبيطار وجينا مروحين، كي وصلنا للبرد هبطنا، طلعت في الكاميون باش نخدمه خاطر وصلنا للبرد، والشيء هبط عليا من فوق على الكابين تحجنت عليا خرجوني كان بالسيف. سبب الحادث لم يتضح بعد، ورغم محاولتنا الفاشلة للاتصال بالمسؤولين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، غير أن شهود عيان رجحوا اضطرابا على مستوى قيادة الوحدتين.